وفي تصريحات خاصة لأون لايف أكد دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن مشروع مركزات الخلايا الشمسية سيسهم في تعميق الصناعة الوطنية ودعم بحوث الطاقة المتجددة. هو مشروع مركزات الخلايا الشمسية اللي هيتم افتتاحه في مدينة برج العرب في اسكندرية بيمثل أهمية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في مجال صناعة الطاقة الجديدة والمتجددة. احنا الدولة عندها خطة طموحة لتعميق التصنيع المحلي في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والاعتماد عليها كمصدر من مصادر الطاقة. كان بينقصنا حقيقي بعض التكنولوجيا المتقدمة لأن في فجوة تكنولوجية موجودة بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال. المشروع ده من خلال تحالف دولي ومصري بيشمل دول اللي هي بتنسق المشروع زي إيطاليا بالإضافة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان ومصر، بنتعاون جميعا من أجل إنشاء أكبر محطة بحثية لمركزات الطاقة الشمسية في دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي.